بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تقريبا الحلقة الجزء السادس، فاليوم إن شاء الله راح نكمل اللي تكلمنا عنه أمس. طبعا احنا دخلنا في اللاير والماسك حديثة طويل وممتع، ونركز عليه بصراحة لأن أكثر شغلنا سلكت ولاير وماسك، تغيير اللون، إن نشيل الصورة نحطها مكان ثاني، وهذا وايد مهم. زين، ناخذ كنترول ان يعني نيو دوكيومنت، صفحه جديده، فنحط الصفحه اللي نبيها. زين، اذا انا مثلا مو حافظ قياس الصفحات، اقدر اروح على مثلا شنو ابي A4، اروح على برنت واقول له مثلا A4 هالقياسات جاهزة، وخلي RGB. احنا ما نبي 300 الحين، ما راح اطبع، خلي 100 واقول له اوكي. حلو، انا عندي الحين صفحة فاضية. امس تكلمنا على البراشز اللي هي الفرش، وهذا وايد مهم، وان شاء الله يعني كل حلقة مثلا ان شاء الله نتكلم الأمور الفنية في الفرش. وعلى فكرة احنا ان شاء الله نتطرق الحلقة هذه والحلقات الجاية انه مو بس اتعلم على الفوتوشوب، كل شغلة وشون اسوي فيها تصميم مثلا، بحيث يكون تصميم ممتع وتصميم حلو، بحيث انه يكون تدريب عملي. طبعا اتمنى تكون مبطلين الاجهزة اذا اللي عنده جهاز قدامه واللي حاب يتفرج، او مثلا يقدر يحط نفس اليوتيوب على اليوم على الشاشات الايدي التلفزيون او الشاشات الكبيرة، ويشوف اكثر الاجهزة. هنا عندكم طبعا اكيد الاجهزة الذكية، التلفزيونات الذكية، او حتى من غيرها على شاشة الكمبيوتر وتشوف، او على شاشة ثانية تقدر توصل، ما في مشكلة. زين، نتكلم، نرجع موضوع الفرش. احنا قلنا ان الفرشة او البرش اختصارها بي، حرف البي، اختصارها حرف البي اللي هي برش، او ناخذها من الادوات. البرش مجرد ما تضغط راح تلون بالحجم اللي انت مختاره. الزر اليمين قلنا اكبر واصغر الفرشة، الزر اليمين ايضا اغير شكل الفرشة واتجاهها مثل ما انتم تشوفون، اغير الالوان، اروح على اليمين مثلا، او اروح على الفور جراوند دبل كليك، او حتى كليك واحدة اذا حابين ما في مشكلة، واخذ اللون اللي انا ابي. اوكي يا جماعة، نرجع لشغلة صغيرة. اذا اخذت لون، احنا يمكن شرحناها في البدايات على الالوان، نشوف علامة تعجب هني. هل تعرفون شيء؟ واحد يقولك علامة تعجب، هذا شنو معنى؟ يقول اللون اللي انت اخترته، هذا اللون ما رح يطلع معاك مثل ما تبي في المطبعة، لأن كنا متكلمين ان الوان الطباعة CMYK والوان شاشات RGB. حق الشاشة ما عندك مشكلة، ولكن اذا ضغطته راح يعدل اللون، يقولك هذا اللون هو الانسب. مثلا اذا انا بودي مثلا المطبعة، اقدر اروح من اليمين واختار الالوان اللي انا بيها هذا الفرشة. زين، حاب اصغر واكبر، ايش قلنا؟ الشورت كات اللي هو البراكتس، المربعات اللي عند حرف الدال وحرف الجيم، او الاكبر والاصغر في انجليزي، فوق حرف الدال والجيم، اليمين يسار، هذا اليمين، براكتس اليمين يكبر، وبراكتس اليسار يصغر. اغير الشكل، الزر اليمين، اغير الشكل مثل ما انا ابي. حاب اني انا ارجعها الى شكلها الاساسي، اروح هنا واقول ريسيت تول، يعطيني الشكل الاساسي للتول. هذا موضوع البرش، موضوع يمكن تكلمنا عنه وايد البارحة. اوكي، فما لا داعي طبعا نتكلم عنه اكثر، نروح على اللايرز على السريع. طبعا اللايرز احنا شوي انتهت الحلقة امس في اللايرز، فنستمر اليوم ان شاء الله، نستمر في اللايرز. اللي كنت انا فاتح هذه الشتر كنت فاتح شنو عندي؟ الابراج، هذه الابراج. حلو، وما اخذنا الابراج الى الصورة الثانية،
اوكي، ونفس الشيء تكبير انتر، وناخذ لاير ماسك اوكي يا جماعه، وناخذ اللاير واقعد الون فيه. الحين طلعت معي صورتي بشكل جيد زين. علشان اسوي ريسيت خلونا ناخذ الصوره. بعض المرات اذا بسوي ريسيت ممكن اضغط حرف الدي ويعطيني ريسيت للالوان، والاكس يعكس الالوان للعلم. اروح على الماسك واروح على البروش، اكبر البروش واقعد اخفي في الصوره. طبعا اذا مو حاب اسوي هذه العمليه الاخفاء هذا المانيوال كنترول زي، اقدر اضغط على الصوره اخذ ماجيك واند ليه تختار لي الصور اللي تختار لي اللون واحد. تختار لي اللون الواحد. طبعا بالصورة في اجزاء ما قدرت اختارها، نقول كنترول زي كنترول صفر عشان يعطيني الصفحة بالكامل، شيفت اضغط شيفت واختار باقي الجزء في الصورة مع شيفت، لو تلاحظون شيفت واختار الجزء في الصورة. طبعا اروح على زر الديليت والغي ديليت، الغي الجزء الصورة كنترول دي دي سيلكت، اي الحين تحت مثل على الصورة انزلها اوكي، واروح على الماسك ابدا امسح عاد الاجزاء اللي انا ما ابيها. هذا مثل ما تشوفون من فوق احنا كله قاعد نشتغل لاير ماسك، نشتغل اي هني تحت. طبعا تحت هني عاد يبين مثل ما تقول الفن اللاير ماسك. اكبر الفرشة وتأكد اني انا ما اخذ هاردنس، الهاردنس مثل ما قلنا اللي هي ايش كثر تدرج فيها الفرشة. شوفوا الدرس السابق وراح تعرفون ايش كثر تدرج في الفرشة. هني عندي صار وايد، اكبرها شوي، لا تكبرناها وايد، نصقر مانيوال احسن عشان طبعا كل ما اسوي كذا كليك يعطيني تدرج حلو. كل ما اسوي كذا كليك مثل ما تشوفون يعطيني تدرج حلو. اذا حاب اني اخفف قوة الفرشة من الاوباسيتي اقللها اكثر، اقللها اكثر ونحاول نخلي يا جماعة بس انعكاس الابراج، ونصغر شوي. طبعا التصغير الحين من وين؟ من البراكتس، تصغير من البراكتس اللي هي المربع اللي عند حرف الجيم. احاول شو اسوي؟ اخلي انعكاس حلو زين. صارت تقريبا عندي لوحة فنية ابراج الكويت انعكاسها على الارض الصحراء. طبعا احاول اخفف الازرق اكثر، اصقر الفرشة عشان تدخل داخل مثل ما تشوفون، واخلي بس انعكاس. طبعا قاعد اشتغل بسرعة، ممكن اللي على راحته يتفنن. طبعا تسوي كليك كذا مرة، يعني مو كليك وتمشي في الماوس، لا كذا كليك على اساس شنو تاخذ الافكت من جديد، كأنك قاعد تضرب فرشة حقيقية، وهذا شيء وايد مهم. اوكي زين حلو. صار عندي كم لاير؟ عندي لاير نمبر 1، خلونا نكتب عليه ابراج، وعندي الصحراء اللي تحت. طبعا حاب اكبر شوي الابراج كنترول تي تكبير، اكبر الابراج انزلها شوي، انتر زين وايد ممتاز، انزلها شوي حلو. خلونا نسوي، طبعا احنا الحين قاعد نتكلم على الماسك واللاير بشكل شوي عملي، خلونا نسوي لها كروب. احنا تعلمنا شلون نسوي كروب عن طريق الاداة هذه اللي تشوفونها على اليسار،
والشورت كات حرف السي كروب، واسوي كروب حق الصوره واضغط انتر. صارت عندي بالطريقه هذه ابراج الكويت في الصحراء، وان شاء الله دائما بلدنا عامر باذن الله. ابراج الكويت في الصحراء، وراح اكتب مثلا فوق مثلا اي شيء تراث كويتي. نبي نكتب كلمه الحين، اوكي، لان هذا ميزه الحين احنا اللايرز. اوكي، نكتب تراث كويتي، نكتب مثلا طبعا في شيء عندنا صار هني، الاشياء اللي راحت هذا بسبب ان اسوي الديليت، عارف شلون؟ احنا طبعا نقدر نرجعها بس الحين ما له داعي، هذا مو يعني مو الشيء اللي بشرح فيه الحين. زين، خلونا ناخذ نحط مربع فوق هني، واللون لون ابيض، ناخذ لاير جديد ونكتب عليه بوكس ابيض، بوكس ابيض، انتر. ناخذ المربع يا جماعه، ومثل ما تكلمنا اذا لما نلون نروح على ايديت فل، ونقول له مو فور جراوند، نقول له باك جراوند الابيض، نقول له اوكي صار عندي ابيض. كنترول دي اشيل الاختيار، واقدر اخفف الابيض الاوبسيتي مثل ما تشوفون. حلو، ماشي. زين، الحين ايش بسوي؟ بكتب كلمه داخل كنترول تي، او عفوا تي التايب، تايب تايب تول، هذه تايب تول، واقدر اضغط حرف التي اللي على الكيبورد يعطيني التايب تول. طبعا تنتظرون شوي، بعض المرات ممكن يتاخر حسب كميه الفونت الموجود. واكتب بالعربي الكويت ملاذ الامنين، كويت ملاذ الامنين. حاب اصغر الفونت كنترول اي سيلكت اول، ويعطيني من فوق حجم الفونت 36، اصغر اكثر. واذا حاب احط الماوس داخل المربع، وبالسكرول مال الماوس، سكرول يعني الويل اللي فوق او العجل اللي فوق، واصغر واكبر بالطريقه هذه مثل ما تشوفون. اخذ خلاص، انا اوكي عندي، اخذ على اليسار السهم، خلاص صار اوكي، احطه هني. طبعا نبي نكبر البوكس الابيض، شوف نفتح شوي اللايرز، هذا البوكس الابيض، كنترول تي تكبير، ماشي، ونكبر البوكس الابيض. طبعا لو تلاحظون يكبر الارتفاع والعرض نفس الشيء، فانا على اساس اتفادى الموضوع هذا اضغط شيفت. طبعا حتى حسب الفوتوشوب، الفوتوشوب الجديد مسوينها بالعكس، القديم عشان اكبر الارتفاع والعرض اضغط شيفت، هني لا العكس، فصير بس شيفت اكبر واصغر. وخلونا نكبرها شوي، الحين اقول لكم شو السبب. صار عندنا الكويت ملاذ الامنين. زين، حابين نلون الكلام، طبعا نقدر نلون الكلام، دبل كليك على الكلام، سوالي سيلكت اول، اروح من فوق اختار، ايش رايكم اي لون؟ خلينا نشوف اللون الكحلي، اوكي صار عندي اللون الكحلي، الكويت ملاذ الامنين. حلو. زين، بالنسبه للابيض نبي نعطي شويه اكشن، يعني بنسوي شوي متدرج من الاطراف وناعم. اوكي، ناخذ نسوي له ماسك، نسوي له ماسك مثل ما انتم شايفين. وعندي طريقتين، اما اني انا اخذ الفرشه واكبرها شوي، واقعد اخفف على راحتي بالطريقه هذه. لو تشوفنا قاعد اسوي كذا مره كليك على اساس يعطي مثل ما تقول افكت حلو من فوق من تحت، انه ما يكون متساوي يا جماعه، يكون بس افكت حلو انه ما يكون متساوي بالطريقه هذه. طبعا على فكره انا الحلقات هذه اللي قاعد اسوي حقيقه من غير تحضير، يمكن انا احضر قبل بخمس دقائق شنو بتكلم. انا صور عندي طبعا في فولدر من ايام التدريب والسنوات اللي طافت والاشهر اللي طافت، في فعندي مكتبه صور.
بس يكون باخر لحظة مثلا انا ابي ابراج الكويت مو موجودة، سويت عليه سيرش مثلا، في اشياء يجيبها سيرش باخر لحظة. فاكثر الاشياء يا جماعة اللي انا اشرحها حقيقة مثل ما تقول شرح ارتجالي من الخبرة السابقة، ونتكلم بالتدريب بالترتيب قصدي، وما احاول اني اخليكم تشتون اني انا والله اللاير ندخل نتكلم مع الماسك، اذا ناخذ تدريب شوي ندخل فيه تصميم مثلا، التصميم ندخل فيه كلام مثلا تكس شلون نلون، بحيث ان تكون الحلقات كلها الحين ان شاء الله الجاية شوية تدريب مع شوية عملي بحيث نفهم الموضوع. الحين اليوم تعلمنا كذا شغلة، ان نحط كتابة ونلونها ونحط شيء ابيض او لاير وعليه استرب او خط مربع ابيض، شلون اسوي ماسك، اوكي شلون اغير، شلون ابدل بالطريقه هذه. زين نصقر كنترول مع المسافات سبيس بار وصقر، او كنترول زيرو يعطيني الحجم الحقيقي. طبعا هذه ممكن تكون بوست احطها على الانترنت، ما عندي مشكلة فيها، ممكن تكون بوست. طبعا بالنسبة للقياسات وبالنسبة لقياسات اللي كان الانستغرام للعلم، مثل الانستغرام دائما ياخذ الشكل المربع، اذا موفي ياخذ الشيء الموفي الطوال اللي هو 1920 بكسل في 1080. بالنسبة للصور يفضل تكون صور مربعة، ليش؟ أساس تكون الشاشة مليانة عندك. فصار عندنا بالطريقة هذه الكويت ملاذ الآمنين، وهذه الأبراج، وهذه الجمال عندنا بهالطريقة هذه. احنا تقريبا صارنا أكثر من 20 دقيقة نتكلم على الماسك. طبعا الماسك مثل ما تعرفون بصراحة في أشياء وايد روعة تقدر تسوي في الماسك. خلونا ناخذ شغلة ثانية مثلا، خلونا ناخذ يا جماعة نفس الشيء، شيء في الماسك مثلا. خلونا أول شيء نسيف هذه الصورة، احنا ما نلغيها، هذه ما نبيها خلاص، اوكي هذا نسيفها كنترول. طبعا عشان اسيف الصوره يا اني كنترول اس اسيفها وخلاص، ولكن حاب احتفظ بالصوره الاصليه واسوي كوبي، اروح على فايل واقول له سيف از نسميها كويت بالانجليزي او العربي ما عندي مشكله، KUWAIT كويت 2، اوكي وتسيفت. خلينا كنترول او ناخذ نفس الشيء ديزرت الصحراء مره ثانيه، وكنترول او ناخذ الارض الخضراء هذه، او ناخذ هذه جيده حلوه، ونركب الصورتين مع بعض. ناخذ هذه صوره الخضار هنا، لان هنا الصوره الشير الاخضر شنو ميسته صوره كبيره فاخذتها كنترول تي. طبعا بعض المرات تكون صوره عندك كبيره بالطريقه هذه، اقول لك كنترول تي فتختفي عندي الاطراف التكبير والتصغير، فش اسوي؟ اضغط كنترول زيرو يعطوني فلن السكرين واكبر واصغر حسب ما انا ابي. ماشي يا جماعة، حلو انتر. شنو عندي الحين؟ عندي شير وعندي الصحراء. تعتقدون شو نقدر نسوي فيه؟ نقدر ندخل جزء على جزء. خلونا نشوف، ناخذ لاير نمبر 1 اللي هو التريز او الاخضر للشير، ونقول له ماسك، وخلونا ناخذ الفرشه ونكبرها ونشوف شو نقدر نسوي. طبعا 15% نكبرها اكثر وندخلهم على بعض مثل ما تشوفون. مثل ما تشوفون يعني تقريبا مثل ما تشوفون. زين خلونا، زين انا الحين اخفيت الشير، احاول اظهر الجزء هذا، اروح اعكس الابيض واسود. طبعا يكون انا ضاغط ماسك، ما اروح على الصورة، اكون بعدي على الماسك وقعد اظهر في الصورة هذه، وصقر الفرشة اكثر وحاول اطلع الشيرة يا جماعة، بس الشيرة
طبعا هذا كله شغل ماسك. طبعا في شغل يعني اكثر من كذي محترف، بس احنا الحين نحاول ناخذ او نفهم ايش قاعد نسوي، شنو ميزة الماسك. هذا الشيارة على افتراض انه انا اوكي اكبرها شوي، كنترول مع سبيس بار. شو تقول؟ تقول زين انا في عندي اشياء داخل صغيرة، الاخضر والسماء وهذا، فاحنا شو نسوي؟ اروح على الصورة نفسها، اروح على سيلكت واختار اللون مثل ما تشوفون الابيض، واختار هذا اللون، واختار هذا اللون وهذا اللون وهذا اللون، اختاره وهذا اللون اللي داخل كل هذه الالوان مثلا على افتراض. اروح كليك على الماسك، شنو اقول له؟ اقول له فل، شنو اقول له؟ فل باك جراوند، لا فور جراوند. اوكي ايش راح سوالي؟ اعطاني لوني اللون الاسود من داخل، وقلنا الاسود واللي اللي يغطي ويظهر الارضيه اللي تحت يغطي الصوره. زين اخذ الفرشه، اذا حاب اصقل الفرشه واقعد اخفي فيها او اخفي الاجزاء اللي انا ما ابيها. طبعا احنا نتكلم يعني هذا شيء جدا موجز على الماسك، نقدر نشتغل طبعا افضل من كذي بالماسك. اوكي بس ولكن هذه مجرد شوي تمارين. طبعا اكبر الفرشه شوي واحاول اظهر الجزء اللي تحت بحيث يعطيني بالطريقه هذه. اذا هذا ميزه الماسك. الماسك ميزته كنترول زي طبعا، لان هني ليش الحين اختفت السماء؟ لان انا قاعد الون باللون الابيض، اكس اعكس والون باللون الاسود. اذا تعلمنا على الماسك، تعلمنا على اللايرز. خلونا شغله الحين نتعلمها شيء سريع. ناخذ اي صفحه اوكي، اللي هو التدرج يا جماعه. التدرج شلون اخلي اللون متدرج؟ التدرج وايد سهل. اروح على الايكون هذا هو جريدينت او حرف الجي، ماشي، راح فوق يعطيني التدرج من الابيض الى الازرق واقدر اغيره. انزل تحت اعطاني تدرج. حاب في طبعا في الفوتوشوب يعطيك اشياء جاهزه تدرجات ونقدر نغيرها. نختار هذا اللون مثلا، ماشي. حاب احط تدرج جديد طبعا على السريع، وان شاء الله باشر نتكلم فيه اكثر. كليك على التدرج. حاب اسوي تدرج جديد، اختار اللون الابي الاصفر، اخليه مثلا الى كحلي. اللون هذا اخليه الى اخضر، اي شيء. هذا اللون اخليه نفس الشيء، هذا وردي، اي شيء. ونقول له اوكي، فصار عندنا الطريقة هذه. نفس الشيء من فوق لتحت او من يمين اليسار، او ان اركب جزء صغير من التدرج. باكر ان شاء الله نتكلم على التدرج ونتكلم الخدع اللي في التدرج وشون نسوي الكلام المتدرج والاشياء هذه، فنتكلم عنها ان شاء الله باكر. ونشوفكم باذن الله، وربي يحفظكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.